مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قديمه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الفخار. الفخار بيعتبر من الشواهد المميزه لامم العالم، رغم انه فن بدائي بسيط الا انه من اصعب الحرف الموجوده. بدايه الفخار في مصر بدات بعصور ما قبل التاريخ، واللي كان المصريين موجودين في الدلتا ووادي النيل، ولكن من بدايه الاسره الرابعه ابتدى يقل اهتمام المصريين والشعب كله بالزخارف والخزف والفخار، كل الحاجات الحلوة الجميلة البسيطة دي. خليكم معانا في اللي جاي هنعرف ونشوف أسرار الفخار. مشاهدينا ومعانا دلوقتي الحاج محسن اللي هيكلمنا عن الفخار واسراره. اهلا بيك يا حاج محسن. اهلا مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف من حضرتك بدايه الفخار من امتى كان موجود ولحد دلوقتي، يعني كلمنا بقى باستفاضه عن الفخار نفسه. والله الفخار دي مهنه فرعونيه امتدت لحد العصر اللي احنا فيه، واحنا طلعنا الجناه واشتغلنا فيه، اتكلم والخامه بتاعتها بتجي من القصير، والحصى بتاعه ده بيجي من مشاريع من مصارف والترع. بتتعمل الخلطه دي مع دي تاجي تطلع زي ما انت شايفه سته، وبعد كده بتتداول في السوق، وبعد كده بتتباع لها مواسم في الشتاء وبتمشي في الصيف، زي ما تقول بتقل شويه بس في الشتاء اكتر. اما فايدتها هي صحيه اكثر من الالومنيوم والملحكه والتاني اللي زي الالومنيوم والملحكه والتاني في السوق دي. طيب يا حاج محسن، انت بتقول لي سوق انه بينزل وكده، طب هل ليه موسم معين بيبقى البيع فيه متداول ولا طول السنه؟ هو في موسم بيبقى شديد، يعني في الشتاء تبقى عليه اقبال اكبر اكتر، يعني تبقى شديد، يعني في حركه وفي
وفي تداول وفي بيع وفي شراء فيها. طب يا ترى ايه سبب؟ يعني عشان خاطر ان هو بيدفي الاكل اكتر وبيحافظ عليه، ولا ايه السبب معين بتاعه؟ اي هو السبب بتاعه بيحافظ على درجه الحراره فيه، درجه الحراره بتبقى سخنه فيه زي ما تتاثرش بال زي اي حاجه ثانيه، مثلا زي الالومنيوم والكول بتتصم، مجرد ما ينزل من النار يبرد، لكن ده يقعد على وضعه يحتفظ بدرجه الحراره فيه. ماده البرام اللي فيه مخليها محافظه على الحراره اللي هو فيها. طيب حضرتك بتقول مادة البرام، طب عرفنا أكتر إيه الحاجات اللي بتتكون منها عشان أنا أعمل زير أو الحاجات اللي هي المختلفة اللي صنعته، أعمل إيه؟ يعني إيه المواد اللي أجيبها؟ ما هو زي ما قلت لسيادتك الخام البرام والحصو والمي، هذه مكوناته. البرام ده بيجي من القصير، والحصو بيجي من الترع والمصارف اللي عندي. تمام. طب ايه هي الانواع اللي يعني مثلا اديني امثله للحاجات اللي بتعملوا بيها الفخار؟ مثلا الطاجن ده زي اللي شايفها ستك، وفي حاجه اسمها حله، في حاجه اسمها منطال، وهل نعملوه احنا الطاجن والحله والمنطال اللي نعملوه احنا بس، اما الزير ده مطارح تاني بتعمل. طب كنت عايزة أعرف لما الواحد بيجي وبيشتريه وبياكل فيه، هل ده صحي كفاية إن هو أنا ممكن أكتفي بيه، ولا في يعني جزء منه ضار؟ ده ما فيش حاجة ضارة خالص، أي شيء هو من الأرض هيبقى كيف ضار؟ لما هو من الأرض طبيعته في الأرض، جاء من الأرض، برمده من الأرض والحصى من الأرض، طبيعته كيف؟ هيمشي مع طبيعة الإنسان، عمره ما هيضر. حاج محسن، كنا عايزه اعرف يعني حياه الفخار بقى، مسيره حياته من ساعه ما بتجيبوها لحد ما بتطلعوها تبيعوها، بتعملوا ايه بالظبط؟ ما زي ما قلت لسيادتك بيجي البرام، بعدين يجي الحصو، بعدين ينزل في اللي بتاعه ده بتاعه الحوض اللي بتاع الشغل، يتضر في بعضه، وبعدين بيركب على الشغل النقيط اللي شفته هناك سيادتك دقه، ويركب المعلم او الصنايعي يعمله زي ما انت شايفه كده بيصنع، وبعدين كده ركب له البودان، بعد كده ايه رح الشمس، بعد كده ايه يسووه، بعد كده ينزل تاني رح الشمس، بعد كده ايه ينزل تاني على البياضه، بعد كده يتحرك، بعد كده يدور في السوق. تمام. طب في السوق بتعرفوا يعني ازاي بتوزعوه عشان تبيعوه؟ والله بتوزع في السوق على نوعين، نوع اول نوع يدوي صاحب يبيعه، نوع تاني ناس تشتري شغل تجاره، ده كده ده ماشي وده ماشي، يعني الناس داخله فيه تجاره بيع وتشتري فيه، وصاحبه يعمل يكون يبيع هو على يده، يطلع في المواسم زي ما قلنا احنا في المواسم. طب الشعب بقى عشان ياكل ويشبع فيه بقى، هل الاسعار غاليه ولا رخيصه، ولا هي واحد لاي نوع؟ لا هو الاسعار رخيصه، يعني ارخص حاجه هو كامل واحد، يعني مش بحاجه خالص، الواحد يعني ده مثلا بجنيه كثير بسيط، أسعار بسيطة جوه خالص بسيطة. طيب كنت عايز أعرف هل قيمته لازالت موجودة من ساعة ما اتوجد لحد دلوقتي، ولا قلت ولا زادت؟ لا هو أيوة ما قلت، هي زادت، الناس راحت وجات، راحت وجات، يعني راحت وجات، يعني الناس طبعا لما جاء التطور وجاء العلم وجاء وجاء وجاء، في ناس جابت دكة ألمونيوم والكلام التاني ده وتعبت منه وردت لده تاني، رجعت لده تاني، يعني لو خد مطم ايام نزل، بعد كده رجع تاني، زاد لك في السوق، زاد قوي بالنسبه للناس كانت ذاك الضرر، رجعت لده تاني، رجعت للصحه ده ما يضرهاش للاصل. ورجعت للاصل. طب كنت عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتستخدموها عشان يعني اللي بتعملوا بيها، الحاجه اللي بتستخدموها يعني الفرن اللي قبله اللي بعده، عرفنا اكتر. زي ما قلت لسيادتك ما هو ده الشغل الدلاب والعليه الشغل والفخور انك اللي عليه الحروقه دي بس، والشغل باليد، ما فيش آلة، ما فيش غير اليد، كله باليد، ما فيش حاجه يعني مسكيه تشتغل بيه، فيش مطبعه تطبع بيه، فيش قالب زي ما بنشوف حاجه ثانيه قوالب زي في الطبع، طبع لا ما فيش، كله يدوي، كله في اليد، اي حاجه زي كله داخل اليد، ما فيش حاجه برا اليد، كله تعمل باليد، يعني ما فيش حاجه حنجيبوها نطبعوها احنا كده زي ما قال، كله باليد، اليد والمخ، المخ يقول واليد يتنفس. طب هو انتوا لما بتيجوا عشان تستخدموها بتحتاجوا وقت وجهد
كبير يعني، ولا بيبقى بس ساعة ساعتين يعني؟ بياخد معاك شهر؟ في حاجات بتاخد شهر، في حاجات بتاخد سنة، عرفنا. لا هو ما هو على حسب الشغل، في الشتاء بقول لك بيبقى الدنيا ساقعة بيعيش يعني زي ما أقول يطول شوية في الطلوع، أما في الصيف بتبقى الشمس حامية تبقى سريع يعني مع حمية الشمس شوية زي ما تقول بيه بس بسرعة ويطلع ما يقعدش. يعني هو بس بيبقى يعني بيكتفي بوجود الشمس، وسخنة هتنشفه بسرعة. الشمس أهم حاجة، الشمس ما في الشمس هوقع. لحد ما ينشف بعدها. ينشف. تمام. ياكل طول ما في شمس وسريع، الشمس زي ما تقول شديدة وشوية بتيبس بسرعة. ياكل ما في الشمس خلاص في الشتاء يقعد يوم اثنين، لكن في الصيف زي اللي يحمل اليمين داخلين عليهم دول خلاص اعتبريه في يومه. بيعدهم هو مشواره في نشفانه، دام نشف خلاص اعتبر جاهز يخش على المسلك هذه انتهى امره خلص حرق خلاص بيجي في السوق. لكن قبل كده لا زي ما انت شايفه كده يقعد على الدوار يوم، هذوك ما فيش الشمس فاتت ودي استنى بكره عليه. طب هو حضرتك بقى مين علمك الشغلانه دي؟ يعني انت عرفتها من اجدادك ولا انت دي اخدها صنعتك؟ لا انا اخدتها من كباري، ابوي وعمي وجماعة الكبار هم طلعت لقيتهم شغالين فيها وانا مشيت فيها وراه. طب حضرتك بتفضل ان الشباب دلوقتي يتعلمها ولا خلاص انت شايف ان هي راحت عليها، ان هي الناس الشباب دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي 2015 ان خلاص ما بقاش في شباب يتعلم الحاجات دي؟ والله هو الشباب هو اقول لك دي مش هتموت، مش هتموت دي قاعده بدليل انها ليها 7000 سنه قاعده كانت ماتت مش هتموت عندي نحن، لا هي هتستمر. هو الشباب طالع شغال فيها بطل مش هبطل منه، ما فيش شغل هيروح فيها يعني اشتغل في ده ولا اقل وشغله ماشي فيه اروح فيه اوقع خلي فيه. يعني حضرتك بتعلم اولادك، يعني اولادك اولاد اخواتك جيرانك بتحاول ان انت تحسهم انهم يتعلموا حاجه زي كده؟ كلهم انا معايا كله بيشتغل، ما لازم يشتغل يروح فيها، ما زي ما انت شايف الحكومه ما فيش وظائف يعمل ايه؟ يشتغل في دي ويعيش ولا يروح مجال ثاني؟ ما ينفعش يروح، ما ينفعش يقعد عاطل، هو على الاقل يضرب نفسه على شغل ايه. ما ينفعش يروح لمشوارتك او قاعد في دي شغال، ما هو شغال وعايش يعني نقول حيقعد نك يستنى الحكومه. ما هي انا ما تدوريش على الحكايه دي، هنا انا اللي بتاع 25 سنه واخد دبلوم هي هنا قاعد فيه. دي شغلانتك الاساسيه؟ انا زي ما قلت لقيتها قدام من ابوي وعمي وجماعة الكبار وانا مشيت ورا، مشيت في التعليم والتعليم ما ودانيش، رجعت برضه زي ما انا قاعد وهني في ودي ماشي. طب انت بقى تنصح ايه شبابنا عشان خاطر المهنه الجميله دي؟ تحب تقول لهم مثلا اتعلموها كلوا فيها، يعني وجه كلمه بقى للشباب. والله هو التعليم هي مش هتبطل زي ما قلنا تمام، اما الاكل فيها هذا لازم مفروغ منه، يعني اللي مش هياكل فيها خليه براحته، ما هو في النهاية تعبان، لكن دي ما تعبانش أبدا، عمره محشكي، ما عمره محشكي بصحته أبدا، طول ما بياكل في دي، أما لو راح في حاجة تانية زي الألمون والكهرباء حيشكي طبيعي، حيشكي، لازم حيشكي، لازم، لا لازم 100%، مش فحم، معمول من فحم. شكرا حاج محسن نورتنا، خليكم معانا في اللي جاي. Thank you.
شفنا وعرفنا مسيرة حياة الفخار في حلقتنا النهاردة. أتمنى لكم في وجبة هنية. خليكم معنا في تراث جديد وحلقة جديدة ومعلومة جديدة. شكرا لكم. سلام عليكم.